الاهلي ممكن السنه دي ما ياخدش حاجه. هو بص كان وصوله هو والترجي اصلا كان مفاجاه بالنسبه لي. كان في فرق اقوى منه. مين في الاهلي والترجي؟ عايز الصراحه ولا لا؟ الصراحه ولا الدبلوماسيه؟ انا ما بحبش الدبلوماسيه. انا ما بحبش الدبلوماسيه. الترجي. الترجي شجعت الترجي. ده عادي. هقول لك ازاي. هقول لك ازاي. بص انا هحكي لك اليوم ده حصل بالظبط ايه. صحيت 7:30 الصبح. الصبح كان عندي ماتش المصري والزمالك مواليد 2001. حلو. في ميت عقبه. مشينا هنتفرج على الماتش فين؟ في كافيه. كافيه في عباس العقاد. رحنا هناك دخلت الكافيه لقيت احمر بس. احمر. لون احمر بس. بامانه والله العظيم. واحنا كلنا تقريبا زملكاويه اللي داخلين. فواحد صاحبي قعد جنب واحد قال له انتوا منين؟ قال له صاحبي طبعا ما يعرفش حاجه. قال له من بورسعيد. زملكاويه ومن بورسعيد. وانا ماسك المصري 2001. يعني تخيل كل حاجه هنموت. المهم الجون كان الماتش وحش جدا لو تفتكر كان في بدايته. جه الجون الاولاني في اخر الشوط الاولاني. ما فرحتش بصراحه. لاني كنت عارف الاهلي بيلعب في الملعب بتاعه في رادس. فببص كده تلاقي كره عرضيه تكر على الواد حاططها ايه بدماغه. لو غصب عني بامانه رحت قايم ومسقف. طب الناس عملت لك ايه؟ الناس خدت بالها. لقيت واحد ضخم قام لي كده ضخم والله العظيم بجد راح قام لي كده قال لي بقول لك يا ابو العربي نفس الطريقه كده. والله العظيم يا ابو العربي شجعه بالراحه مش زي ما انت بتعمل. ممكن هنتخانق معاه. هنتخانق وكنت هتصل بالشرطه بقى. هنموت. والله هنموت والله بجد. المهم الترجي حط الجون ثالث. طبعا انا ما شجعتش. ماشي بس كان قلبي بيرقص بجد. والله العظيم بيرقص. ده علشان انت زملكاوي ولا عشان انت انا كنت شايف ان الاهلي لو كسب البطوله دي هيفوق. فاهم ماشي. بس السؤال هنا انت يعني علشان زملكاوي اصلا ولا عشان بورسعيدي والعلاقه بورسعيدي والاهلي؟ الاثنين. الاثنين. العلاقه ما بين بورسعيدي والاهلي لسه متوتره؟ طبعا برضه لسه لسه. يعني موضوع ما هديش هناك قصدي. لا لسه 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 لسه. وكمان اللي هو موضوع اللي انت تهد الاستاد ده ما ينفعش. لان الاستاد ده فيه حاجه تاريخيه للنادي المصري. طبعا طبعا. مش عايزه كلام يعني. حاجه تاريخيه للنادي المصري ما فيش حد يعرفها للناس الكبار. ابويا قال لي عليه. ابويا قال لي في 56 الناس لما كانت بتستشهد كانوا بيدفنوها في النادي المصري. فصعب على اي راجل في الاستاد. في الاستاد والله. والله العظيم. قال لي في 56 قال لي الجيش او من المدنيين كانوا يستشهد او الفدائيين كانوا بيدفنون في النادي المصري. قال لي فصعب له حاجه تاريخيه للنادي المصري. فما ينفعش الاستاد. صعب 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 يعني حاجه انت جاي في حيطه سد.